انفجارات، ضغط أمريكي، ضغط إسرائيلي، ضغط بريطاني، كم ستتحمل إيران؟ أخي أحمد، شكرا على الدعوة الكريمة ومرة أخرى للعرض التحليلي المعلوماتي الثري بكل معنى الكلمة. وكنت أنوي أن أفتتح حديثي معك بالحديث عن المنشأة التي تم ضربها أو إحراقها في عمل ما، وهي مسقط رأس سليماني، وقد سبقتني في هذا العرض شكرا بشكل جزيلا واضح. استاذ بشار، لا بالعكس انت السباق دائما، تفضل. الله يحفظكم. ما أردت أن أقول في هذا الأمر يا عزيزي أن تسارع الأحداث وتطورها الآن لا يلتقط أحدث تطورات سوى الإعلام اليقظ الذي يتمكن من الربط بين نقاط هذه المتحركة على نحو متسارع. ومن هنا الإجابة على ما تفضلتم به من سؤال: إلى متى تحتمل أو إلى أي مدى تحتمل إيران؟ إيران معروف ومشهود لها، وإن أردنا أن نكون منصفين علينا أن نكون موضوعيين، مشهود لإيران طول النفس، لكن للأسف يعاب أن ليس لديها طول النظر، بعد النظر فيما يتعلق في قياس عواقب الأمور وردود الفعل الصادرة من بعض الدول. ليس هناك للأسف من يحسن قراءة لا التصريحات الصادرة ولا الرسائل المبطنة من بعض الأعمال العسكرية التي يتم الحديث والكشف عنها بين فترة وأخرى. دعني أضرب لك بضعة أمثلة، أحاول أن أحصرها في ثلاث. الأولى، وهي أعتقد يعني لاحقة لما أشرتم إليه من لقاء أمريكي على مستوى وزيري دفاع البلدين الإسرائيلي والأمريكي في واشنطن، هناك تسريب في الصحافة الإسرائيلية إضافة لما تفضلتم به من العرض، وهي القناة 13 في إسرائيل، أشارت أن التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية بلغت حد التوافق يعني الاتفاق على إجراء مناورات تحاكي ضربات موجهة لأهداف في إيران، في داخل إيران. طبعا نتحدث عن أهداف نووية أو متعلقة في البرنامج النووي أو الصاروخي الذي يعمل الديليفري لهذه الرؤوس النووية. عندما يتم هذا الأمر وتربط بتصريح آخر صدر قبل يومين عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ساكي، فإنها عندما سئلت عن ما هو تعامل إدارة بايدن في ضوء ما يصدر من مواقف في إيران وتعثر يفهم منه أنه محاولة لإمادة أمد هذه المفاوضات تحقيق مكاسب إيرانية في فيينا، قالت أن الأمور الآن وصلت إلى مرحلة البحث في خيارات لوجستية. هذه الكلمة التي أشارت إليها، عندما تصل الأمور ليس فقط بأنه كما قال بايدن بحضور نفتالي بنت رئيس وزراء إسرائيل بالمناسبة الذي هو وصل أو في طريق الوصول إلى أبوظبي كأول زيارة لرئيس وزراء إسرائيل إلى الإمارات بعد اتفاقات إبراهيم، هذا التوقيت عندما قال له في البيت الأبيض حينها بأن ليس هناك فقط حديث الآن عن خيار دبلوماسي، ربما يتم طرح خيارات أخرى من ضمنها العقوبات الاقتصادية. الآن تجاوزنا موضوع العقوبات الاقتصادية إلى الحل العسكري عندما تتحدث عن أمور لوجستية. المثال الأخير الذي أريد أن أطرحه لاختتام هذه الجزئية يا عزيزي، انظر وقد عطى بشكل جيد وموفق هذه الأهداف التي يتم استهدافها في الداخل الإيراني سواء في حرائق أو انفجارات أو ضربات يعلم الآن أنها من مسيرات إسرائيلية. لاحظ الترابط فيما بينها، هذا يظهر أن الموضوع ليس محصورا فقط في أن الساحة الإيرانية مكشوفة استخباريا للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل على الأقل، ربما لحلفاء آخرين أيضا في المنطقة، وإنما أيضا يظهر أن هناك نوع من الانفولفمنت بمعنى الدور الشعبي على الأرض في إيران، لأن هناك كم متصاعد من المتظاهرين الإيرانيين الذين تجاوزوا الحدود المألوفة عندما كانت الثورة الخضراء التي للأسف تقاعس باراك حسين أوباما أحبطها. لو كان يقف إلى جانب المتظاهرين في إيران حينها لما وصلت الأمور إلى ما تصل إليه الآن. فما يجري الآن في إيران، وتعلم جيدا الأجهزة التي ترصد ذلك على الأقل إعلاميا، أن الحديث الآن عن انتفاضة في الأحواز
في شهر في أواسط آذار المقبل، وأن التحدي الآن ليس فقط عسكري استخباري بأدوات تتدرج بخشونتها بالعقوبات الاقتصادية ضد المسيرات كما أشرتم في القرار المنتظر في السنت والمصادق عليه، وإنما أيضا هناك عامل داخلي، وهذا لأول مرة يكشف عنه بأنه قيد البحث، بمعنى أن الضغط يكون ليس فقط على إيران من الخارج وإنما من الداخل الإيراني بتفجير نوع من الانتفاضات التي لا قبل لإيران على سحقها، وإلا واجهت تراجعا في السكوت عن ما تقوم به من أعمال عدائية إزاء حقوق الإنسان، وقد احتفل العالم قبل أيام في ذكرى حقوق الإنسان رغم السجل المخزي لإيران ولرئيسي تحديدا في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.